تعرف على قصة المثل الشعبي جنت على نفسها براقش. جنت على نفسها براقش هو أحد أشهر الأمثال الشعبية التي رددها العرب قديما وتناقلتها الأجيال دون معرفة من هي براقش وكيف جنت على نفسها، وإن كان بقصد أو حسن نية. يشار إلى أن براقش ليست امرأة كما ظن البعض أو ظن الكثيرون، بل هي اسم كلبة كانت لبيت من العرب في إحدى القرى الجبلية في المغرب العربي، وكانت تحرس المنازل لهم من اللصوص وقطاع الطرق. فإذا حضر أناس غرباء إلى القرية فإنها تنبح عليهم حتى يفروا من هذه القرية. وكان صاحب هذه الكلبة المسماة براقش قد علمها أن تسمع وتطيع أمره، فإذا ما أشار إليها بأن تسمح لضيوفه بالمرور سمعت وأطاعت، وإن أمرها بمطاردة اللصوص انطلقت لفعل ما تؤمر. ومرت الأيام وحدث ما لا يحمد عقباه، إذ حضر إلى القرية مجموعة من الأعداء، فبدأت براقش بالنباح لتنذر أهل القرية الذين سارعوا بالخروج من القرية والاختباء في إحدى المغارات القريبة، حيث أن تعداد العدو كان أكثر من تعداد أهل القرية. وفعلا خرج أهل القرية واختبأوا في المغارة. بحث الأعداء عنهم كثيرا ولكن دون جدوى، ولم يتمكنوا من العثور عليهم، فقرر الأعداء الخروج من القرية، وفعلا بدأوا بالخروج منها. وفرح أهل القرية واطمأنوا بأن العدو لن يتمكن منهم. ولأن براقش اعتادت توديع الغرباء، بدأت بالنباح عندما رأت براقش أن الأعداء بدأوا بالخروج، وحاول صاحبها أن يسكتها ولكن دون جدوى. عند ذلك عرف الأعداء المكان الذي كان أهل القرية فيه مختبئين، فقتلوهم جميعا بما فيهم براقش. لذا اعتاد أهل المغرب ترديد المثل جنت على نفسها براقش كلما مروا على القرية ووجدوها خاوية.